السلام عليكم الزول فلاون، مرحبا بكم في قناة المعتصم العمري. الحالة اليوم راهي زاهية، أمطار غزيرة. أنا راني بين بومرداس وتيزي وزو، الحالة راهي الله يبارك الله يبارك، ربي يدومها راكم تشوفوها. خايف من السما، روات روات ما عبيش هادو كيف عيطو لهم بالطاير ولا الله مطر وخلاص داخل في شونجمون كليماتيك. الناس اللي تعرف جاوبنا، انا نسينا شوية الحساب تاع الجدود، ما عبيش وقتا يبداو الفطاير اكزاكت. اليوم رانا ل 3 افريل، غدوة ل 1 ماي، عيد العمال، عيد سعيد لجميع العمال. شوفها واحدة ويروح بالعقل برك، برك مش مليها. أول عام تاع السنة ناجح ناجح مليح. ندخل الحدود تاع ولاية تيزي وزو، هكذا خوتي، شكرا على المتابعة، ربي يدوم معكم.